يشرفنا الآن من القاهرة دكتور شفيق التلولية، الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني. مرحبا بك يا دكتور شفيق. أعرف قدر الألم والله يا دكتور، ولعلك تعرف أيضا أننا نشاطرك هذا الألم، لكن في تصورك لماذا تطلق يد إسرائيل كي ترتكب هذا النوع من الجرائم المنحطة التي لو ارتكبت من قبل أي دولة أخرى لا أطلقت عليها الصواريخ النووية؟ يعني لماذا تطلق يد إسرائيل يا دكتور؟ نعم، دعني أولا أترحم على شهداء فلسطين عموما وعلى شهداء أم المجازر في مجمع الشفاء الطبي. مجمع الشفاء الطبي كما ذكر مدير المشفى هو أكبر مجمع طبي، وهو كما وصفه تماما أيقونة العمل الطبي في قطاع غزة، ينهار بالمجمل وترتكب فيه أفظع وأقذر مجزرة عبر التاريخ. فالصورة أخي الكريم أخي محمد أبلغ من الكلام، وربما الواقع أكبر مما تتناقله شاشات التلفزة، لأن هذا ما رأيناه، لكن الواقع والحكايات كثيرة وطويلة ومؤلمة وقاسية. أما لماذا تطلق يد إسرائيل؟ تطلق يد الاحتلال الإسرائيلي لأنها أولا هذه هي الدولة التي استزرعت واستزرع كيانها على هذه الأرض من أجل أن تنفذ هذه المجازر، لأن أولا عقيدة الاحتلال وعقيدة الكيان قامت على هذا النحو، فهي عقيدة العصابة الأولى عصابة شتيرن والهاجناء التي ارتكبت أفظع المجازر بحق البشرية بحق الشعب الفلسطيني على وجه الخصوص منذ أن اغتصبت فلسطين ومنذ الفجيعة الأولى، واليوم تعيد ذات السيناريو وتعيد النكبة من جديد وبشكل أفظع وأقذر وأصعب مما أقدمت عليه تلك العصابات، لتعود دولة الاحتلال التي ارتدت ثوب الدولة بنظامها السياسي وكينونتها لتعود إلى ذات منطق العصابة التي أعادته تلك السلة اليمينية المتطرفة المتمثلة بالثالوث اليميني نتنياهو وبن غفير وسموتريش، وزد على ذلك حتى مجلس الحرب وكل الأقطاب في دولة الاحتلال هي تتآجر اليوم في الدم الفلسطيني وتأخذ منه بازارا رابحا أولا لخلافاتهم. وكأنك تقول دكتور شفيق أنه هذه الثلة من حكام إسرائيل الآن كشفوا وجهها الحقيقي، وهذا نعم. وهذا يحسب لهم يا دكتور والله. أحسنت. هم كشفوا عن وجههم وأماطوا اللسان عن هذا الوجه القبيح الذي جاءت إليه دولة الاحتلال منذ اللحظة الأولى. وأنا ربما خرجت عن سياق التحليل السياسي وعن سياق سؤالك على وجه الخصوص، لكن كان لابد من توصيف هذا الاحتلال المجرم الذي ارتكب أم المجازر في مستشفى الشفاء التي يندى لها بشير يندى لها جبين البشرية جمعاء، وأمام مرأى العالم وأمام مسمع وعلى شاشات التلفاز وعبر المجتمع الدولي العاجز عن اتخاذ قرار وعبر الفاعلين الدوليين الذين بالعكس يا دكتور شفيق، المرعب أن مجلس الأمن اتخذ قرارا يا رجل، اتخذ نعم. قرارا ويضرب إسرائيل ويصفع. إسرائيل تمسح بالقرار حذائها. نعم، هو يصفع مجلس الأمن بحذائه. نتنياهو وحكومته صفعت وجه العالم بالحذاء وأدارت ظهرها إلى القرار الذي اتخذ والذي هو كان على الأقل نتاج وثمرة جهد نعم مهم للأمة العربية أو للإطار العربي والإطار الفلسطيني وبعض دول العالم الصديقة، لكن الإدارة الأمريكية التي امتنعت عن التصويت لهذا القرار هي ذاتها التي أدخلت عليه تعديلات، وهي من خلف ومن تحت الطاولة ومن خلف الجدران كانت تتواصل مع دولة الاحتلال. وأكبر مثال على ذلك أن الوفد الذي امتنع عن الذهاب إلى واشنطن عاد مرة أخرى بقيادة جالنت إلى واشنطن، هذا كله يدلل أن حتى الولايات المتحدة الأمريكية التي تحاول تحسين صورتها لا يمكن أن تعود إلى المشهد بالصورة التي هي تحاول تقديمها، لأنه لا يمكن لا يستقيم الظل طالما والعود أعوج. ولذلك صحيح. هذه الإدارة الأمريكية لماذا يد إسرائيل طولة؟ لأن العالم يتواطأ مع دولة الاحتلال،
وخاصة الإدارة الأمريكية وخاصة إدارة بايدن وهذا العالم كله أو جله، لا سيما الفاعلين الدوليين فيه وعلى رأس الإدارة الأمريكية، يمارسون الكيل بمكيال وسياسة ازدواجية المعايير. ففي اللحظة التي يقف العالم فيها على قدم واحدة في الحرب الأوكرانية الروسية على سبيل المثال وفي قضايا أخرى، مع أننا ضد الحروب أينما كانت بكل تأكيد، لكن العالم الذي ينظر إلى بعض الدول بعينتين يجب أن ينظر إلى فلسطين بذات العينين وإلى الشعب الفلسطيني الذي يذبح ويقتل بهذه الطريقة البشعة، وإلا العالم يكون متواطئ في هذه الجريمة. كيف صحيح. يمكن للعالم صحيح. أن يسوق الاحتلال إلى محاكم العدل الدولية التي تسيس بالتأكيد بفعل ذات بذات الفعل الذي نشخصه قبل قليل، بذات فعل سياسة المعايير المزدوجة، وبذات فعل فرض الهيمنة الأمريكية على قرار مجلس الأمن ومؤرتهانه في أدراج البيت الأبيض لصالح هذا الاحتلال؟ ماذا ينتظر؟ ماذا تنتظر الإدارة الأمريكية وماذا ينتظر العالم؟ هل ينتظر أن يقضي نتنياهو على كل الشعب الفلسطيني؟ هل ينتظر أن يبحوا غزة عن ذكرة أبيها؟ وهو فعل ذلك بالمناسبة. الآن في أكثر من 80% من المباني السكنية مدمرة. الآن معركة الشفاء أو حرب مستشفى الشفاء هذه حرب المشافي منذ اللحظة الأولى. قلنا هذه حرب على المشافي الفلسطينية ليجعلوا كل الأمور تمر بشكل اعتيادي. فهم في الشهر الأول ارتكبوا مجزرة فظيعة في مستشفى المعمداني لتنفذ اليوم مستشفى الشفاء، وعلى الطريق مستشفى شهداء الأقصى ومستشفى ناصر، وقبل ذلك كمال عدوان. أتذكر يا دكتور شفيق أنهم في مجازرهم الأولى وخصوصا تجاه المستشفيات كان لديهم من الوقاحة ما يجعلهم يقولون هذه صواريخ حماس، هذه صواريخ الجماعة الإسلامية تسقط فتقتل الفلسطينيين في تلك المستشفيات. الآن لأن الموضوع نسي في سياق مجازرهم المتكررة كفوا حتى عن ابتكار الأكاذيب من هذا النوع. دأبوا على هذه الأكاذيب. هذه دولة أكذوبة أخي محمد. هذه دولة الاحتلال هي بحد ذاتها دولة أكذوبة، وهذه دولة منذ اللحظة الأولى حاولت أن تروج لتسمي لها أو لتجد لها رواية على الأرض، وأنا دائما أرفض حتى أن نقول الرواية الصهيونية في مقابل الرواية الفلسطينية والرواية العربية الفلسطينية والرواية العربية، لأن هذه الدولة مارقة وهذه الدولة لا رواية لها. إنما هم برعوا في ترويج الأكاذيب. هؤلاء يعتمدون على الخرافة والأكذوبة التي جاءوا من خلال لأجلها على هذه الأرض ولا هذه البلاد واغتصبوها بهذا الشكل. هذه الدولة لا تراث ولا إرث لها ولا ماضي ولا حتى أخلاق اليوم، فهي مجردة من كل القيم والأعراف الإنسانية والأخلاق. الدولة لا تقتل بهذه الوحشية وبهذه الطريقة. دكتور شفيق ولا رئيس الوزراء الفلسطيني، هذه الدولة تقوم على التدليس والكذب والدعاية والافتراء، وكل هذا الأمر مردود عليهم لأنهم قتلوا أجانب في قطاع غزة. صحيح، وهذا أمر كنا نناقشه قبل قليل يا دكتور شفيق. دكتور شفيق، رئيس الوزراء الفلسطيني السيد محمد مصطفى قال إن أولويته المطلقة هي تقديم الإعانة للفلسطينيين في غزة، لكن ألا ترى أنه من المستحيل أن تمد الحكومة الفلسطينية يدها بالغوث إلى أهل غزة قبل وقف إطلاق النار أولا، وثانيا قبل تحقيق قدر من التفاهم الميداني مع فصائل المقاومة في القطاع؟ أخي الكريم، أولا هذه حكومة السيد الدكتور محمد مصطفى جاءت نعم لتمد يد العون والإغاثة لقطاع غزة، هذا على المستوى المرحلي، لكن قبل كل ذلك الحكومة أيضا لها مهام محددة ومهام واضحة ومهام مهمة بالتأكيد، وعلى رأسها أولا وقف العدوان ورفضه بكل الأشكال، ثم إمداد قطاع غزة بالغذاء اللازم وإنقاذه من المجاعة التي تهدد فيه من هذه المقتلة الكبيرة، وأضف إلى قضايا أخرى على جدول أعمال الحكومة منها استعادة الوحدة الوطنية و إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية كما جاء في مرسوم التكليف الأول الذي أصدره الرئيس محمود عباس أبو مازن، ومن ثم البيان الوزاري الذي قدمه للرئيس أبو مازن الذي قدمه رئيس الوزراء الجديد للرئيس أبو مازن، وهو يحتوي على كل هذه القضايا. أما من يضع عائق حقيقي، من يضع عائقا حقيقي أمام أن ينفذ الغذاء
إلى قطاع غزة هو الاحتلال، ليرحل أولا الاحتلال وليتوقف عن العدوان. والفلسطينيون قادرون أن يقلعوا أشواكهم من ظهيرهم بأيديهم، وقادرين على إعادة بناء قطاع غزة وعلى إعادة المركب إلى المسار الصحيح والقويم. هذا الأمر الذي يعطله هو الاحتلال، وأما الفلسطينيون فهم أصحاب اليوم التالي فيما بعد الحرب، لأن اليوم الحالي هو واجب على العالم أن يوقفه. لا معنى للحديث عن يوم تالي للحرب قبل اليوم الحالي وقبل وقف الحرب، وهذا ما تعترف عليه كل الفلسطينيين بالمناسبة. لا فيما فوق يا دكتور شفيق، والله هذا هو الكلام الحكيم. هذه لحظة تحتاج تضامن كل أصحاب القلوب وأصحاب بصيص الإنسانية في نفوسهم كي تقف هذه المذبحة أولا ثم نتكلم يا أخي. تقف المذبحة أولا ثم نرى ماذا يمكن فعله. أشكرك شكرا جزيلا سعادة الدكتور شفيق التلولي، الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني الذي شرفنا من القاهرة.